اليوم جينا باش نحكيو لكم على واحد المشكل اللي تعيشوه الساكنة تحت بوموسى عامة، اللي هو هاد الشركة المكلفة بالتركيب ديال قنوات الصرف الصحي هنا بحد بوموسى. يعني هاد الشركة هادي مدة ديال 3 أشهر وهما باش بداو الأشغال ديالهم، وفي نقاط اللي رئيسية وأساسية هنا في المركز ديال حد بوموسى، وما تزال دار لقمان على حالها، بحيث ان هاد الحفر هادي 3 ديال الشهور هادي وكثر من 3 ديال الشهور والناس يعانيو، يعني قاطعين الطريق، كاينين هنا محلات تجاريه الناس كارينهم بالفلوس، دابا ولاو تيعانيو. علاش؟ يبغي واحد مثلا يجي يدير شي خدمه عندهم ولا مثلا المقهى ما تيلقاش من تيدوز. كثر من هذا هاد الحفر هادو حنا تنتسائلوا واش هاد الشركه هادي كيفاش هاد الخدمه هادي، اول مره تنشوفوا نوع ديال الخدمات متدنيه ومترديه بحال هاد الخدمه هادي. اكثر من هذا كانوا ضحايا فعل هاد الاشغال ديال هاد الشركه، كانوا ضحايا. واحد المراه جات عير في الزياره لهنا لحد بوموسى، تعرضات لكسر من الرجل ديالها اليمنى. اكثر من هذا واحد الوليد صغير عنده 10 سنوات تعرض حتى هو لكسر من اليد ديالو. هاد الناس كاع جراو عمليه جراحيه. تنطالبوا من الجهات المسؤوله في شخص السيد عامل اقليم الفقيه بن صالح باش يدخل معنا على الخط، لان هذا الشيء هذا راه خطير، راه تيشكل خطر حقيقي. حنا راه معاهم ان حد بوموسى الحمد لله استفدات من من من, من الصرف الصحي، ولكن راه هذا المشكل هذا راه خطير على الناس. المخلفات ديال الصرف الصحي اللي حنا كنا كنقولوا زعما راه حنا غادي نتهناو من المشاكل ومن المساحيم ومن احنا ماشي ضد هاد المصلحة العامة اللي هي مرينا بها فترة عصيبة، وحنا من 2017 وحنا كنطالبوا بالصرف الصحي، وانا واحد من هذوك الناس اللي كان تيغوت وكيطالب بالصرف الصحي 2017 لدابا راه عمر، والحمد لله ملي تبشرت الاشغال انتم كتشوفوا النتيجة. ما كاينش لي ما حتى 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 الاشغال اللي هي داك الفينيسيو يعني يغطيو القنوات الصحيه الصرف الصحيه باش يغطيوها ويدوز الطريق من فينيا ما كاينش. هذا هو الاشكال اللي عند هاد الناس هادو. وكان واحد المشكل وقع هنايا عندنا حنايا، انا بعدا انا عايشتو معاهم بالنسبه لهاد الشارع هذا بالضبط. هاد البوطو اللي كتشوفوه اللي هو قدامنا حفروا في الجناب ديالو، لان في الجناب ديالو ما فهمناش حنايا ديك الدراسه ديالهم وهاد التقنيه ديالهم من جابوها الله اعلم. وراه هادشي راه حضر ليه القائد وحضر الرئيس وسميتو اعوان السلطه. والمشكل هو انهم اللي حفروا فاتوه شويه بالحفير، واحد الكومه ديال التراب من تحت البوطو هبطت في الليل والناس تخلعت وخرجت مخلوعه. فاذا بنا ملي غادي نجيو نشوفوا شنو واقع غنسيبوا الحديد البوطو عفوا كيطردق هكاك، التشققات كتسمع. ملي طالبنا بانه يحبسوا ولا سميتو هذاك المسؤول ديال المشروع اللي هو الشاف ديالهم اللي كيقولوا همايا، جا قال لك اسيدي شوف اسيدي ما تبقاوش تغوتوا علينا ولا سميتو، الشركه راه خلص على سورانس ديالها بحال هكا، الا بغى يطيح قالها بهذا الكلام وانا كنتحمل مسؤوليتي قدامه. قال لك الا بغى يطيح وراه حشومه عليك، فين هي التقنيه ديالك وفين هي الدراسه ديالك، لانك انت تحفر في جناب بوطو وفي الاخر يبغي يطيح على الناس وتقول لهم لا راه سميتو الشركه عندها لاسورانس ديالها، راه عيب حشومه. ومن المتضررين من المشروع ديال الصرف الصحي اللي كيتقام الاشغال ديالو في حد بني موسى، ولكن مزيان هذا المشروع ولكن الناس تيعانيو من هاد الحفر، من الطريق مسدوده، من الولوج الى المحلات التجاريه. وهذا خطاب موجه للسيد العامل الاساس باش يضغط على الشركه باش تقوم الاشغال ديالها على احسن وجه بسرعه تامه، باش الانسان ما يتضررش، باش يكون واحد المشروع اللي تيستافدوا منه الناس، ولكن تيكون اضرار جانبيه، والاضرار الجانبيه راه يوميه، يعني الناس كيعانيو وهذه المعاناه بغينا باش يتحدوا، باش يكون تسريع ديال الوتيره. وهذوك المناطق الحساسه اللي كاين فيهم اللي كيدوز منهم هذا المشروع خص يتموا بواحد الطريقه سلسه باش الناس ما يتضروش. ماشي مشكل باش هذوك المناطق اللي كانوا بعاد شي شويه على المناطق السكانيه يكون فيهم تباطؤ وهذه على اساس، ولكن خص يسرعوا المناطق اللي حساسه. غادي نتكلموا بالنسبه على حساب لاسينيسمون الوقت الحار.
الوضع الحار دابا يلا انطلقنا دابا شي 5 شهور هذه بالنسبه للاراضيت هي اللي صاحبه المشروع ديلي فيه عامين، اذا باقي الامور غاديه خدامه مزيان على ما يرام. اذا تتكون بعض الاشكالات كنخرجوا كنعالجوها مع السلطه المحليه، الامور غاديه مزيان. الا كانت شي اشكالات كنخرجوا مع النواب ومع السلطه المحليه، امور مزيان. اذا ما كاين حتى شي اشكال بالنسبه لهاد الايامات هذه. واحد السيمانه ولا شنو كانت الشتاء ولا شنو تما فين وقفوا، يعني كان شويه ديال الغيث وشويه ديال سميتو، يعني من بعد دابا غتستمر الامور، والامور راه غاديه مزيان، وبقى البومباج وسميتو غاد تلونس ان شاء الله وغتمشي الامور. البلايص اللي فيهم المكان التجاريه وسميتو راه حنا كنفكو ديك الساعه كيحفروا وسميتو كيردموا، والامور غاديه مزيان. بالنسبه للاخرين اللي راه المهم شويه غادي على حساب الاماكن اللي عندنا فيها مثلا تعرضات لسميتو هذه اللي ديجا قبل قلتها، تنحاولوا نفكوا المشكل، والامور ان شاء الله غادي تمشي مستمره، والامور غادي تمشي على ما يرام. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.